تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود، عبر سموه فيها عن صادق التهاني بهذه المناسبة الطيبة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة تحقيق المزيد من التقدم والرفعة والرقي، متضرعا إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على العرب والمسلمين كافة بالخير واليمن والبركات.